أعزائي المشاهدين، بنرحب فيكم بحلقة جديدة، وكما عودناكم كل أسبوع بنختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم وضيف الأكثر تميزاً لهذا الأسبوع، المدير العام لدى شركة ترو فيزا سنتر سيد ترو. بداية نسعد مساكم، نورنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بداية لو بدنا ناخذ نبذة بسيطة عن حضرتك، على بداياتك خبراتك بشكل عام، تفضل. نعم، أنا كأسس مركز ترو فيزا سنتر، تأسست سنة 2003. بدينا موقعنا بالبداية بجبل عمان دور الأول، وشوي شوي تطورنا وصرنا بمنطقة عبدون، اللي صرنا بحدود تقريبا هلأ سنة ونصف فاتحين منطقة عبدون. نتعامل مع بعض السفرات طبعا كأساس سياحة علاجية، برضو في عنا برضو مواضيع تانية زي الطلاب، ما الطلاب كيف يروحوا يتعلموا بعض الدول، شو الأسس اللازمة، ومن هالأسس يعني كل التوفيق لحضرتك يا رب. لو بنفوت أكثر بالتفاصيل نعرف السادة المشاهدين، ترو فيزا سنتر إيش بتقدم خدمات؟ آلية العمل عندك هون كيف بتتم؟ تفضل. أنا لا، بشكل عام إحنا بنقدم النمط الفيز، مش مجرد إنه تعبئة طلبات وتقديم خدمة الأوراق يعني مكتبية. إحنا بنقدم السياحة العلاجية من ألف للياء، زي انه يبدا من هون كيف نراسل له مع المستشفيات، كيف نامن له المستشفيات الجيده، شو نوع العلاج بيحتاجه، يروح هناك نتراسل مع الدكاتره والبروفيسوريه الاكفاء بالنسبه للعلاج تبعه، وبالاسس يعني بيمشي. نعم. فيهم. لو بدنا نتحدث الان عن تطور هذا القطاع عندنا بالاردن، كيف عم بتشوفه؟ والله بالنسبة للأردن يعني موجود العلاج، موجود بشكل جيد يعني، بس للأسف يعني التكلفة العلاجية عندنا بالأردن غالي جدا، مع أنه موجود عندنا دكاترة أكفاء وبروفيسورية، بس كتكلفة علاج بكلفهم غالي، بينما نفس التكلفة في بعض الدول الثانية بتكلفهم بربع المبلغ. فهذا الأساس، في بعض الجنسيات بفضلوا أن يروح يتعالج بدول ثانية ونفس الكفاءة يعني بنحكي، وياخذوا علاج بأسعار أقل بكثير يعني. نعم يعني. لو بدنا نتحدث تعاملك مع مين بيتم سيدة ترو؟ تفضل. احنا بنتعامل مع السفارة الأمريكية، نتعامل مع السفارة الهندية، مع بعض السفارات الثانية، بس الأساس بنتعامل مع السفارة الهندية باعتبار انه عندهم العلاج علاج كفاءة عالية بروفيسورية، منه موجود كمان تكلفة أرخص، وعندهم مستشفيات كبيرة جدا بالهند، يعني زي معروفة الهند معروفة بتكنولوجيا متقدمة في جميع المجالات، مجال الفضاء، مجال العلاج. إحنا نحكي كأساس كعلاج، مع إنه موجود أمور تانية العلاج، مثلا في كتير عمليات بيسووها زي زراعة الرأي اللي هي زراعة الكبد، يعني موجود عندنا بالأردن، بس زي زراعة الرأي ما بتلاقي زي متبرعين، بالهند بتلاقي متبرعين لأنه عندهم عدد سكان كبير وكتكلفة بيكون أرخص بكتير يعني. نعم نعم. الآن لو بدنا نتحدث، واجهت صعوبات ومشاكل بهذا القطاع سيد ترو؟ أكيد كل مجال له صعوباته، بس طبعا بدك تمشي كل لاين بلاينه يعني. بدك كيف يعني؟ مثلا مجال السياحة بدك تلاقي المصادر الأفضل، وكأساس تنافسي بالأسعار، وموجود أكيد موجود مكاتب كتيرة بنافسوكي بمجال نفسه اللي إحنا نتعامل فيه، بس أهم شيء الصدق بالتعامل. بالتأكيد. نعم، وتعطي الأسعار الفير برايس بسموه. نعم. ومنه الناس بيكونوا فيه عندهم صار ثقة للتعامل معك. بالتأكيد. نعم. لو بدنا نتحدث عن طموحاتك ورؤيتك لقدام بنفس هذا المجال، شو مفكر؟ والله احنا بنطمح والله اعتبار نفتح فروع ثانية في دول ثانية، ونكون زي كونكشن بين الأردن وبين أي دولة ثانية، مش يعني يعرفوا برضو عن الأردن، مش من طرف ثالث، من طرف الأردنيين موجودين بالأردن يعني زي. نعم. مكتبنا برضو يعني رؤية جلالة الملك بيعطيك انه كيف تطور الاردن موجود، كيف التكنولوجيا متقدمه، كيف بشجع القطاع السياحي والقطاع الانتاجي بالاردن، واحنا ناخذ عبره من هال
من الأساس يعني. بالتأكيد نعم. طبعا احنا متشكرك على اللقاء الجميل مع حضرتك. كلمة أخيرة من حضرتك لجلالة الملك، شو بتحب تحكي له؟ تفضل. والله جلالة الملك سيدنا هو أصلا أساس الأردن، من غير الأردن يعني صعب نتصوره. نعم. وإحنا زي ما بنشوف هو ممثل الأردن بالعالم كله، كيف صوت الأردنيين مسموع بأي دولة بالأجانب بالدول الأجنبية، وإحنا بنحاول نقلده، نحاول قدر الإمكان نمثل الأردن بالأسلوب تبعه يعني. نعم. الآن طبعا إحنا متشكرك هاي اللقاء الجميل مع حضرتك.